أطول، ده احتفال سيدات يد الأهلي وبطولة الدوري العام إن شاء الله يا رب. إحنا احتفلنا معاهم بكأس مصر منذ أسابيع قليلة، والنهارده من 3 أسابيع بالظبط، والنهارده بنحتفل معاهم إن شاء الله ببطولة الدوري العام. ألف مليون مبروك الحقيقة، فريق يشرف، يعني حاجة جميلة جدا، يعني الواحد بيسعد بفريق ديمي هشام طبعا كابتن الفريق بتتسلم أول ميدالية ورسم التتويج. يعني الحقيقة ألف مبروك، مش قادر أقول حاجة غير فريق يشرف، ونتمنى منكم إن شاء الله إحنا في يعني قلبا وقالبا معاكم في بطولة أفريقيا، وربنا يوفقكم إن شاء الله أنتوا قدها وقدود بإذن الله. وخلينا أقول إنه في كاتحاد اليد لكرة، الاتحاد المصري لكرة اليد الفترة الأخيرة في طفرة في رياضة السيدات لكرة اليد، ونتمنى إن شاء الله نرجع تاني كما عهدنا بإذن الله، وإحنا رايحين على ده إن شاء الله. يعني إحنا رايحين على ده إن إحنا نرجع لمنصات التتويج أفريقيا، وهيبتديها إن شاء الله النادي الأهلي يا رب يا رب إن شاء الله يبتديها بطولة أفريقيا للسيدات. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم دي لحظات تتويج وتسلم وتسلم النادي الأهلي الفريق الأول لكرة اليد سيدات للميدالية الذهبية في بطولة الدوري. وزي ما قلنا لحضراتكم فاز أيضا بكأس مصر، وإن شاء الله بعد أيام قليلة يوم 13 إبريل ستنطلق بطولة أفريقيا للسيدات أيضا بمشاركة 10 فرق، وكنا نقلنا لحضراتكم القرعة، وفريق الرجال في 16 فريق أيضا في بطولة أفريقيا. كل التوفيق لقطاع كرة اليد بالكامل إن شاء الله. خلاص الموسم في نهايته شهر يعني مايو بالكثير 10-15 مايو هيكون كل الفرق انتهت من منافساتها، ونبتدي بقى إن شاء الله منتخبات بعد كده بشهر 6 و7 و8، نتابع منتخبات الفرق، ويبتدي 9 و10 أيضا الإعداد للفرق دي تاني للموسم الجديد. الحقيقة رحلة عطاء لا تنتهي، وزي ما قلنا دولاب بطولات النادي الأهلي ما بتلحقش يتقفل. الحقيقة ما شاء الله تتسود، يعني تلاقي يعني يا دوبك نواربه يتفتح تاني عشان بطولة تخش. كابتن بيسا حسني طبعا مدير فني ورئيس الجهاز، طبعا الاخت مش عايز بقول الاخت الكبيره ليهم كلهم، الام الكبيره ليهم كلهم الحقيقه بشكل كبير، ما بتعتبرش مدير فنيه ورئيس الجهاز، لا هي مش مدير فني، هي اخت كبيره وام لكل اللاعبات. الف مبروك يا كابتن بيسا، وان شاء الله ربنا يكرمك في بطوله افريقيا ايضا. والجهاز الفني كمان بيتسلم كل كابتن سلم كل الميداليات، وده يعني احتفال اللاعبات. الحقيقه يعني هسيبكم على اللحظات دي، مفيش تعليق على اللحظات دي، هسيبكم مع اللحظات لاحتفال اللاعبين. احنا ممكن نتكلم على اوقات المباراه قعدت قد ايه؟ يعني في حاجات قعدت الساعه 55، في حاجات قعدت ساعه. Thank you.